ويسعد لي مساكم يا احلى متابعين، خميسكم سعيد يا رب، وكنت سعيد عليكم. اليوم بنشوف كل جديد واصلنا في شركة مجمع الشامل فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك امام البيك، ورح نبدأ اليوم تغطيتنا من قسم الاقمشة ونشوف كل جديد واصلنا في نفس القسم. وصلتنا اقمشة جدا جميلة، يلا نشوفها مع بعض ونشوف الجديد اللي واصلنا. جميع الأقمشة اللي بتحتاجوها لأحلى بنوتات، لأحلى ستات بيوت، والأحلى كمان إناث، أو حتى القطع الرجالي، أو أقمشة الملايات، أو حتى إذا حابين تعملوا سفرة ستارة، حابين تعملوا أيضا مفارش الطاولات، حابين تفصلوا شراشة في الصلاة، حابين تعملوا موديلات حلوة زيكم. شوفوا معايا قسم الأقمشة قد إيه كبير، ومتوفر فيه كل الأقمشة اللي بتحتاجوها، سواء الدانتيل أو اللي بتجيكم الشكل هذا التفتة، أو حتى اللي بتجيكم ناعمة أو طايحة. طبعا ألوانها جدا تختلف، فيها لمعة بسيطة جدا جميلة، هذه هي ألوانها. طبعا عندنا جميع القسم بنبيع المتر بخمس ريال وخمسة وسبعين هللة، حتى أقمشة الاسترتش بجميع الألوان بإمكانكم تستخدموها كفساتين، مفارش طاولة، وبإمكانكم تعملوا فيها أحلى تغليف الهدايا. عندنا هنا أنا بجيكم مشجرات بالشكل هذا، ونفس الشيء حتاخدوا المتر بخمس ريال وخمسة وسبعين هللة، أشكالها جدا جميلة لا تفوتكم. عاد انتم مبدعين او مبدعات، ما نحتاج ايش نقول لكم في ايش بتحتاجوا، انتم ابداعكم يكفينا. شوفوا معايا كمان هذه المنتجات، او هذه الانواع الاقمشه اللي وصلتنا، حتجيكم مطرزه او حتى دانتيل، حلوه مره لو تاخذوها وتعملوا تحتها بطانه وتعملوا فيها اجمل الفساتين او البلايز، حلوه لو تاخذوها كمان للستاير كشيفون ستاره، وحلوه لو تاخذوها كمفرش للطاولات، لها استخدامات متعدده، والمتر ب 5 ريال 75 هلله بس. عندنا هذا النوع من الاقمشه، طبعا اي متر عندنا ب 5 ريال 75 هلله. عندنا هنا كمان انواع من الاقمشه، حتجيكم بالأشكال هذه، طبعا فيها لمعة بسيطة، والمتر نفس الشيء. هنا عندنا أنواع الدانتيل أو ألوان الدانتيل اللي واصلتنا، خذوا هذا اللون أو هذه الألوان، وهنا على طول حتاخذوا البطانة اللي حابين تفصلوا فستان أو تنورة، أو حتى بتعملوها أجمل مفارش الطاولة، كلها تنفع. شوفوا أقمشة الستان أو التفتة اللي وصلتنا كمان، جميع الألوان الفاتحة أو الغامقة، حتاخذوا كمان نفس الشيء، المتر بخمس ريال وخمسة وسبعين هللة. هنا عندنا كمان كوليكشن آخر، هذه أقمشة الدانتيل بتجيكم ما بين اللون الجولد، السيلفر، والملونة. وهنا عندنا كوليكشن جدا واسع لأقمشة الدانتيل، سواء اللي بتجيكم بإكلين أو اللي بتجيكم مطفية بالشكل هذا، جدا جميلة. شوفوا هذا جاي ميكس ألوان. هنا عندنا كوليكشن آخر لأقمشة الدانتيل، والمتر حيكون بنفس السعر، لا يفوتكم حقيقي القسم اللي عندهم مناسبات أو حابين ياخذوا لمنازلهم. وفرنا لكم كوليكشن جدا رهيب. هنا عندنا كوليكشن واسع وكبير لأقمشة الدانتيل، سواء الألوان الغامقة الفاتحة، وتتميز بنقشات جدا جميلة الموردة، أو اللي بتجيكم بالشكل هذا، أو اللي بتجيكم كده مخرمة. هنا عندكم معروض الأشكال، وهنا تختاروا الألوان وتاخذوها لكم بألف عافية. شوفوا الألوان اللي واصلة، هذه الموردة كل الأشكال موجودة أو معروضة هنا، شوفوها قدامكم. تعالي نشوف الأقمشة الجميلة هذه، الإكلين أو اللمعة اللي واصلتنا، أقمشة سهرة جدا جميلة. وتعالوا خذوا مني هذه الفكرة، خذوها لطاولات الطعام، حتطلع مرة حلوة، بس خيطوها من الأطراف وحطوها لطاولات طعامكم. عندنا هنا حتجيكم باللون الأسود، وعندنا هنا بالأوف وايت. شوفوا معي هذا النوع كمان من القماش اللي واصلنا، حتجيكم باللون الليلك، وفي له ألوان أخرى. هذا بس أوريكم هنا كمان أنواع الأقمشة الموجودة عندنا. شوفوا معي ما شاء الله تبارك الله، عالم كامل متكامل،
لأنواع الأقمشة وخامات المختلفة، والسعر واحد دائما وأبدا في شركة مجمع الشامل. المتر ب5.75 ريال هذا بس. شوفوا معايا الكوليكشن جدا واسع، شوفوا استخداماته واسعة للفساتين، للتنانير، للبلايز، أحب أنتم من موديل كذا حلو الفستان لكم أو حتى لأطفالكم أو حتى البنات الشباب، أو حتى تاخدوها كمفارش للطاولة، وفي ناس بتزين فيها أطراف العباية بهذه الأشكال الجميلة. عاد هذا القماش ترند، يعملوا فيه أجمل الفساتين، توفر بثلاث ألوان مختلفة، الأوف وايت والرصاصي واللون الجميل وملك الألوان اللون الأسود. خذوه أعملوا فيه أجمل الموديلات، والمتر حيكون بنفس السعر. هنا عندنا كوليكشن واسع الأقمشة الجميلة هذه المواصلات، ما أنا شايفتها هذه الأيام ترند في الفساتين. هذا كان كمان كوليكشن آخر بالمتر 5.75 ريال هلولا. تقدروا تاخذوا هذا النوع من القماش في إيه؟ كتغليف هدية، حابين تهدوا أحبابكم. شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة لهذا الستاند حتاخذوا الأقمشة المغلفة كذا جاهزة ومقصوصة ب5.75 ريال هلولا. عندكم الألوان اللي بتحبوها. وهنا عندنا أقمشة الملايات حتجيكم مشجرة أم وردة، وحتاخذوا المتر وبنفس السعر ب5.75 ريال هذا. شوفوا هذا بتجيكم الشكل هذا، فيها لمعة حلو مرة وحتى ستريتش. عندنا هنا للشيفونات الطايحة حلوة مرة للأرواب للفساتين، وحلوة لو بتعملوا فيها أطراف أو بتعملوا دمج ألوان لموديلات أنتوا تختاروها. عندنا هنا أشكال أخرى للأقمشة، طبعا هنا بتجيكم فيها كلين أو لمعة، شايفين شكلها كيف حتكون. طبعا متوفرة بكذا لون، والمتر حيكون بنفس السعر. تعالوا نكمل مع بعض هذه الأقسام والمتوفر فيه اللي وصلنا. طبعا هذا الستاند كله لإيه؟ لأقمشة الثياب الرجالية، سواء اللي بتجيكم خفيفة أو اللي بتجيكم ملونة بألوان فاتحة أو غامقة. جدا جميلة. هتاخذوا المتر نفس الشيء ب5.75 ريال هللا. البنات اللي بيحبوا بس العبي الملون لا يفوتكم الأقمشة هذه، حلوة مرة تنفع العبي الملونة. والمتر حتاخذوا نفس السعر، حتى اللون الأبيض واللون الأوف وايت كلها موجودة. شوفوا معي خامتها جدا حلوة. عندنا هنا كوليكشن آخر للأقمشة بمختلف أنواعها، وحتاخذوا المتر بنفس السعر. عاد هذا قماش الكاروهات اللي كلنا بنحبه وصل عندنا من جديد، أو المقلم أو حتى اللي بيجيكم مربعات. عندنا أقمشة طبعا هذه واصلتهم أيضا، حلوة للبجانب الرجالية، وبإمكانكم كمان تعملوا فيها العبي مرة حلوة، أو بإمكانكم تعملوا فيها أطراف العبي أو تعملوا موديلات العبي. شوفوا ألوانها، أوريكم ألوانها بس، هذه هي ألوانها تجي، شكلها جدا جميلة. والقماش الكتان باللون البلاك سواء للعبي أو حتى بتعملوا فيها ثياب الرجال أو البيجامات الرجالية، بس شوية حارة، بتاخذوا المتر وبنفس السعر. عندنا هنا أشكال أخرى للأقمشة، طبعا هذه بتجيكم شيفون مشجرة حلوة مرة، عاد طالعين فيها هذه طرح للبنات اللي بيحبوا يلبسوا الطرح الملونة، وحتى ستات الكبار اللي بيحبوا يلبسوا الطرح الملونة لا يفوتكم الأقمشة هذه. التصوير من فرع جدة، شارع 60، شمال دوار الفلك أمام البيت. بس أذكركم بفروعنا الرياض، مخرج 29، شارع بلال بن رباح، فرعين 5 مشاهير، حياة خالدية والضيافة. هذا النوع من القماش كمان متوفر عندنا، حاجيكم شوية خشن أو تفتة، في نفس الوقت ستان.
ومتى حيكون بنفس السعر. شوفوا عندنا كمان الأشكال هذه من الأقمشة، ومتر واحد دائما أغلى من شركة مجمع الشامل، أسعارنا واحدة بخمس ريال وخمسة وسبعين هللة لكل متر. عندنا هنا أشكال أخرى من الأقمشة كمان مرة حلو هذا اللون. شوفوا الحقيقة طبعا حيجيكم لونه أخضر. عندنا هنا شكل آخر مثل حيكون نفس السعر خمسة ريال خمسة وسبعين هللة. طبعا عندنا كوليكشن واسع وقسم واسع لللانجري النسائي والملابس الداخلية النسائية، إذا حابين تاخذوها بجميع المقاسات اللي بتحتاجوها، سواء إذا بتجيكم بالأطقم أو بتجيكم بالحبة، وحتاخذوا نفس الشيء المنتج بخمسة ريال وخمسة وسبعين هللة. عندنا كمان كوليكشن جدا جميل وبديهات النسائية بالألوان الفسفورية، تلبسوها تحت فستان أبيض بما إنه إحنا الحين في الصيف، أو تلبسوها حتى على بنطلون، الألوان الجميلة اللي بتحتاجوها. نفس الشيء تكون بخمسة ريال وخمسة وسبعين هللة. تعالوا بس عم نمر على السريع لقسم إيه لقسم الشنط ونشوف الجديد اللي وصل فيه. كوليكشن واسع للشنط وصلنا، سواء الشبابي أو الولادي، الرجال، وحتى بإمكان البنوتات الشابات يلبسوها. طبعا هاي حتجيكم هالخصر بالشكل هذا، ألوان جدا جميلة. إذا حابين تهدوها كمان أحبابكم يا سلام، هدايا حلوة وقيمة رائعة. شوفوها هي هذا. عندنا هنا كوليكشن آخر للشنط، ثواني إذا بتجيكم كبيرة بالشكل هذا، البنات مرة يحبوا هذا الشنط، أو اللي بتجيكم الشنط اليدوية الشبابية أو الرجالي اللي هي هذه، تاخذ القطعة بنفس السعر بخمسة ريال وخمسة وسبعين هلا بس. شوفوها هي هذه، حلو فيها إن فيها سيستا من قدام وسيستا اللي هي الأساسية اللي هي هذه. عندنا كمان هنا أشكال أخرى الشنط اللي بتجيكم بالرسمات المختلفة هذه، مرة يحبوها البنات هذه الشنط، مرة طايحين فيها. حتاخذوا القطعة، طبعا حتجيكم بالمقاس الكبير بالشكل هذا بخمس ريال وخمسة وسبعين هلا بس. عندنا كمان هنا أشكال أخرى للشنط، طبعا حتجيكم بالمقاس المتوسط، نفس الشيء ألوانها ورسماتها جدا جميلة، حتاخذوا القطعة وبنفس السعر. شوفوها معايا عشان تتضح لكم أكثر. من نفس قسم الشنط متوفر عندنا كوليكشن واسع بالمقلميات، عاد هذه كلنا بنحتاجها، بأدوات المكياج، حتاخذ القطعة بالألوان المختلفة بخمسة ريال وخمسة وسبعين هللة. متوفر أيضا في نفس القسم هذا النوع من الشنط، طبعا حتجيكم في نفس الوقت ميدالية حلوة صغيرة، وحتاخذوا القطعة بنفس السعر. أذكركم بفروعنا جدة، شارع 60 شمال دبر الفلك أمام البيت، الرياض محو 29 شارع بلال بالرباح 45 شارع، حيا خالتي وضيافة. يومكم سعيد يا رب، وخميسكم سعيد مع من تحبوا. نشوفكم على خير في تغطية أخرى.